بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب يسوع المسيح، أقترب في هذا اليوم صباح من سفر أعمال الرسل 27 إصحاح 27. والإصحاح ده رب يسوع المسيح يعتبر ما على الإطلاق. أعمال الرسل يا رب يسوع المسيح ينقسم لقسمين، الرسول خادم الختان، والقسم الثاني من إصحاح 13 ياخد منه معلمنا بولس الرسول ويبتدي الكرازة بتاعته. سفر أعمال الرسل يا رب يسوع المسيح يمثل تاريخ الكنيسة، تاريخ الكنيسة. لكن الإصحاح 27 إصحاح من أخطر الإصحاحات، ما كانش أهم إصحاح في سفر أعمال الرسل الغير مختوم، لأن هذا السفر يا ربي ممتد ومفتوح على تاريخ الكنيسة يا ربي، على السحاب. يضاف تاريخ الكنيسة إلى سفر أعمال الرسل المفتوح. الحقيقة لذا كنت بتوين بطرس وبولس، كلمة حق يا ربي إنه معلمنا بطرس الرسول هو اللي فتح الباب قدام الختان، وده سجله برضو الوحي الإلهي في سفر أعمال الرسل، فيقول إنه في الإصحاح اللي في قلوبهم وآمن 3000 نسمة من اليهود، فهو اللي فتح الباب قدام اليهود بهذا العدد الضخم. هو أيضا مع يوحنا اللي ذهبوا إلى السامريين في الإصحاح الثامن، ويقول سفر أعمال هو فتح الباب أيضا للسامريين. وبالنسبة للأمم يا رب يسوع المسيح كلنا عارفين قصة كرنيليوس، الأمم دفعوا إلى بطرس، وبطرس رأى في الرؤية أيضا أنه يفتح له الباب، وقصة الملاية الشهيرة. بطرس الرسول هو اللي فتح الباب قدام الثلاث كنايس، سواء يهود أو سامريين إن بتوين. لكن يا رب يسوع المسيح الحقيقة أنت اللي فتحت الباب قدام الاثنين أو قدام الثلاثة، اللي قلت بفمك الطاهر إن أنت لم تأتي إلا خراف بيت إسرائيل الضالة. ما يذهبوش إلى مدينة للسامريين، ولا في طريق الأمم يمضوا، أو إلى مدن الأمم يمضوا، ده عملكم، ده شغلتكم. لكن يا رب يسوع المسيح تدبيرك الإلهي كان تدبير بين اليهود، كان لازم تفتح الباب قدام الأمم أيضا. فالإصحاح الـ12، والحقيقة كل الإصحاحات فيها مواجهات مع الفريسيين، أغلبها فيها مواجهات مع الفريسيين. بدري من الإصحاح الـ12 قبل إصحاحات الصلب الممتدة في آخر متى 12، تشاوروا عليه لكي ما يهلكوه. لكن اللي أحزن قلبك يا ربي أكتر بكتير، يدعوا إنك ببعل ذبول تخرج الشياطين. اتكلمت عن تجديف الروح القدس، قلت كل تجديف جدا، لأن ده معناه يا ربي إن قلوبهم متحجرة تماما، ما عندهمش استعداد إطلاقا لعمل الروح القدس. يا رب يسوع المسيح لما قالوا لك أيضا في الإصحاح الـ12 من متى إن إخواتك وأمك منتظرين على الباب، مين أمي ومين إخواتي؟ أنت مش بتنكر أمومة العذراء أبدا زي ما البعض يفتكر. لو قرينا الكتاب المقدس أنت يا رب يسوع المسيح لم تنكر بنوتك لأمك اللي أنت اهتميت بيها على الصليب وعطتها الهدية، وقلت لهم مين هي أمي ومين هم إخواتي. كل من يصنع إرادة أبي الذي في السماوات، كل من يصنع ما شاورت على تلاميذك وشاورت على المؤمنين بيك اللي موجودين سواء كانوا أمم أو يهود. ويقول الكتاب المقدس خرجت من البيت، خرج من البيت وجلست عند البحر ودخلت إلى السفينة وابتديت تعلمت اللي هو بيتك، بيت الأمة اليهودية. خرجت يا ربي من بيتك بعد ما قلت لهم مين أمي مين، وجلست عند البحر وركبت السفينة التي تمثل الكنيسة المستعدة أن تبحر إلى العالم كله. يسوع المسيح تبتدي الكرازة مع الأمم. وتأكد كلامك يا ربي، وتأكد صحة الوحي الإلهي بعد ما قلت الأمثلة بتاعتك. ويقول الكتاب المقدس إن هم كانوا بيسخروا منك وقالوا مش هو ده. يقول الكتاب المقدس إن هم عثروا فيك، كانوا معثرين فيك يا رب. فضل إيه أكتر من هم يجدفوا على الروح القدس؟ أصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم
آخر آية، آية 58: جلست يا ربي على السفينة، جوه السفينة، خارج البيت، على البحر. بتتكلم عن الكنيسة، ابتدت بذرة في إيدك خرجت وابتديت تنطرها، خرج الزارع يزرع وانت لسه خارج من البيت. دي كانت البداية، مثل الزارع، القمح والذوان، العالم موجود فيه من ده ومن ده، لأن الإيمان ابتدى والكنيسة ابتدت صغيرة ضعيفة كحبة خردل، مثل الخميرة اللي بتكبر، لكن اللي في الآخر خالص هتلتقي معاك حينما يأتي القوات السماوية ويجمعوا يجلس الجداء. فسبع أمثلة ربي بيمثلوا كنائس العالم، أو بيمثلوا أحقاب مختلفة من كنائس العالم: الخميرة، الكنز المخفي، اللؤلؤة، والشبكة. يبقوا سبع أمثلة دول يا رب يسوع المسيح. ده الإصحاح 13 من متى، تقابلوا مع الإصحاح الثاني والثالث في سفر الرؤيا، في توازي جميل ورائع لكنيسة برغاموس، لكنيسة ثياتيرا، لكنيسة ساردوس، لكنيسة فيلادلفيا، لكنيسة كل كنائس العالم، ويمثلوا أحقاب مختلفة. ابتدت بكنيسة أفسس المحبوبة وديكيا، حيث البرودة الروحية والارتداد العام، استعداد لمجيئك لتجمع الحصاد، سبس وفيلادلفيا. يا رب يسوع المسيح، هذه الكنائس السبعة، إصحاح 27 بتاع النهاردة. احنا عندنا دلوقتي، علشان يا رب يسوع المسيح أركز في كلامي معاك بتكلم، الإصحاح 13 من متى، وفي السبع كنايس، التقوا على الإصحاح 27 في رحلة بولس الرسول اللي خرجت من أورشليم لكي ما تجوب مع السبع خطوات دول. يكفي يا رب يسوع المسيح إننا نقول إنه في الإصحاح 26 بريء قدام أغرباس، اللي قال للفستوس: كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان عنك يا بولس الرسول إلى قيصر، لكن شاء التدبير الإلهي إنه الكنيسة تمتد من أورشليم وتمر بأهوال وأمور مخيفة ورياح مضادة، روما حيث يحكم قيصر. كان لازم تقابل قيصر، وانت واخد وعد في رؤية ان بولس الرسول هيقف قدام قيصر عشان يكتمل جهاد الكنيسة، يكتمل ايمان الكنيسة امامك يا رب، انه الكنيسة وصلت كرازتها لعقر دار رئيس المتحكم في العالم، العالم الوثني المتحكم في العالم كله يا ربي في ذلك الوقت. استقر الرأي، الرأي طبعا هو رأيك أنت وتدبيرك أنت يا رب، استقر الرأي أن نسافر في البحر. بولس وأثرى آخرين إلى قائد مئة من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس في البحر إلى إيطاليا، وسلموا بولس وأثرى آخرين إلى قائد مئة من كتيبة أغسطس اسمه والحقيقة رب يسوع المسيح جميل إن هي تسلم بولس في وسط أسرى، لأنها سلمتك باللصوص أفضل من سيده، ولا تلميذ أفضل من معلمه. فكان لازم بولس الرسول هؤلاء الأسرى، يا رب يسوع المسيح أنت حفظتهم لوجود بولس، بولس الرسول في وسطهم، حفظتهم يا ربي. ويقول التدبير الإلهي الحق، لأن بولس الرسول كتب 14 رسالة، أكتر واحد كتب في العهد الجديد، أكتر من بقية كاتبين رسائل الكاثوليكون، فكتب 14 رسالة تعتبر من معظم الكتاب المقدس في عهده، في عهده الجديد. ابتدت يا رب يسوع المسيح الكنيسة أو الرحلة دينية أدريماتينية. كلمة أدريماتينية يا رب يسوع المسيح معناها سفينة أو لا تستطيع التنافس، لأنها بين السفن أدريماتينية صغيرة قليلة جدا، زي أنت يا رب تملي تبتدي بالصغير،
تبتدي بخميرة صغيرة، تبتدي بحبة خردل صغيرة، تبتدي بزرعة صغيرة. تحس يا ربي اللي طالع يكرز إن مش بقوته ولا باقتداره، لكن بعملك وببركتك وبنعمتك. والجميل يا رب يسوع المسيح إنه هذه سفينة الأدريماتينية تبتدي من أورشليم وتطلع لصيدا، حيث الصيد الوفير بين إيدين بطرس ويعقوب ويوحنا، إلى أن تصل، ويقول كده سفر أعمال الرسل، مارين بالمواضع التي في آسيا. يا سلام على أعمال الرسل، يلتقي بالإصحاح الثاني والثالث في سفر الرؤيا، وكأن الوحي الإلهي الذي تكلم أعمال الرسل هو نفسه الروح القدس والوحي الإلهي اللي بيتكلم على لسان معلمنا يوحنا في سفر سمرنا وبرغاموس وثياتيرا وسردوس وفلادلفيا ولوديكيا. كنيسة أفسس هي كنيسة الرسل، دي حقبة من تاريخ تلتة في الإصحاح 27. سامحني يا رب يسوع المسيح، الإصحاح عميق وجميل وعايز دراسة مستفيضة، يعني يكون عندي شغف أكتر إن أنا أقعد تحت رجليك يا ربي وأدرس أكتر وأفهم أكتر وأنا مثل هذه التفسيرات الرائعة. كنيسة أفسس هي كنيسة الرسل، وفترة أعمال الرسل كنيسة سمرنا، وسمرنا معناها مر، بوليكاربوس عصر الاستشهاد، عصر قسطنطين، والكنيسة ابتدت تنفتح عن العالم، عالمية الكنيسة لما المسيحية ابتدت تبقى الديانة. كنيسة ثياتيرا دي فترة الانقسام وعصر البابوية، كنيسة ضعيفة تعبانة، شقاق وفساد عصر النهضة أو فساد عصر البابا المطية، الكنيسة المعترضة اللي رفضت الأسرار، كنيسة بروتستانتية، كنيسة ساردوس، وبعدين كنيسة فيلادلفيا، كنيسة المحبة، لاودكيا، البرودة الروحية والارتداد. والحقيقة رب يسوع المسيح إذا درسنا كل كنيسة منفصلة عن فيلادلفيا كنيسة النهضة وبين كنيسة لاودكيا، وإن كنا أكثر نميل لجانب كنيسة لاودكيا، قلوبنا ربي لكي ما نبحر بحر هذا العالم بسلام ونصل إلى ميناءك سالمين كسبانين. إصحاح جميل جدا، ما ينفعش إن أنا أتكلم فيه في عجالة، لكن عايز قعدة طويلة وإياك يا ربي تحت رجليك تفتح لي بعد كده من السفينة الأدريماتيكية إلى سفينتين تانيين، اسكندرية، واسكندرية عليها علامة الجوزاء بسبع كنايس أو بسبع أحقاب، لكنه تلخص في ثلاث فترات اتشرحوا في استفاضة في هذا كنيسة رمز له بسبعة. فامبارح لما كنت بتكلم على الولد ابن الشونامية كان المفروض ان انا ابتدي بيه، واحتضنوا وحضنوا وتكلمنا على الصليب، امتداد الصليب وتمددك على الصليب وتطابق تجسد الولد. يقول الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني الاصحاح الرابع ان الولد عطس سبع عطسات، سبع غطسات. وزي يا رب يسوع المسيح ما في الايام الاخيره هتنتهي كنيسة لاوديكيا سبع أبواق، ونشوف سبع ختوم، ونشوف سبع هي كنيسة سبعية، هي كنيسة سبعية، كنيسة كمال. وإذا كانت هي كنيسة كمال لرب يسوع المسيح، ألاقي السفينة الثلاث سفن بيضادوا بستة أرواح. ليك أنت في سفر الرؤيا سبع، لكن الشيطان يا رب اللي بيضاد الكنيسة ناقص، فستة ستة ستة. ولما هب بالريح، العجيب جدا يا رب يسوع المسيح انه كانوا ست رياح، يمكن تكون اعنفهم كليديون او اوركليدون، اوركليدون كانت اخطرهم يا رب لانها ريح شرقية. ليه ريح شرقية؟ هي ادتني ظهرها، ريح شرقية ادتني ظهرها وهبت عليكم. لو كانت ريح غربية، لكن الريح الشرقية كانت ضدكم وضد طريقكم وانتم مبحرين في اتجاه رب يسوع المسيح. ليك المجد، ليك المجد يا رب يسوع المسيح. قدي انت جميل يا ربي، وقدي انت في سلامك واخدين وعد منك اننا سنصل الى اورشليم السمائية في حمايتك وفي رعايتك. اجعلنا من عنايتك ومن رعايتك مهما هبت الرياح ومهما كانت
لدرجة إن السفينة نفسها تنكسر، لكن يا ربي المقدمة محشورة بين الصخر في هذا الإصحاح، المؤخرة هي اللي مساعدة يا ربي إن أنت تركبنا سفينة تانية وتبحر بينا بقية الطريق. لأن يا رب يسوع المسيح مش هتلاقي الإيمان على الأرض، قطيع قليل قوي اللي هيكون مؤمن بيك، وده إشارة لأن السفينة في مؤخرتها انكسرت. إيمان وتشبثوا بيك وتشبثوا بسفينتك. ده الأجمل يا رب يسوع المسيح، أن الأسرى والربان كان عنده كيف وقت من الأوقات كان عايز يقتل الأسرى، خايف عليهم ولا يهربوا. يوم قائد المئة اللي حب بولس ومش عايز بولس الرسول يتقتل، كان عايز يحافظ عليه ويوصله القيصر. فمن أجل نفس واحدة حق اللي بيمثل كلمة الله، بولس الرسول واحد حفظ أنفس 70 عدد كبير بما فيهم الأسرى الـ15. فيا رب يسوع المسيح بر واحد في هذا العالم، قد احنا يا ربي وسامح ولادك وسامح كنيستك، واغفر لينا يا ربي واسندنا في إيماننا واسند القديسين صلوات معلمنا بولس الرسول في هذا المساء، جعلنا مستحقين لتحننك حينما ندعوك بدلة البنوة. يا أبانا الذي كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في التجارب، والمجد إلى الأبد آمين.